تيان لي سؤال للتعليم، لي سؤال للتعليم. سؤال من تيبي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم مع الحدث ألا وهو إقليم برشيد جماعة رياح، حيث بعد الدواوير ساكنتها تشتكي من المعاملة القاسية التي يتلقونها على يد المقدم أولا والشيخ ثانيا وقائد المنطقة. بعد ما تطرقنا في الحلقة السابقة بما وقع للسيد الحاج صالح من ضرر حول المقدم يعني السلطة والشيخ والقائد المنطقة، اليوم ندلي لكم بتصريحات من أحد المتضررين المرافقين للحاج صالح، فلنستمع إلى التدخل التالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رشدي الحاج صالح ومن معه، الشكاية التي تقدمنا بها السيد وكيل الملك في المحكمة الابتدائية برشيد في عام 2016 بشكاية ضد الشيخ بقيادة جمعة رياح دائرة برشيد دائرة القارة إقليم برشيد. الرشدي الحاج صالح المصلوحي الحاج عبد السلام المصلوحي محمد لبشق حمد الجد بوعزة تامي سوريح طنجي محمد الشافعي حمد الكناني عيشة الجد محمد، ضد الشكاية التي تقدمنا بها ضد الشيخ الذي فوق السلطة كاملة، تعرضنا الابتزاز والرشوة والسرقة وجميع المعاناة دوزناها مع هذا الشيخ. أموالين اللي عندهم الرخاص ما يبنيوش، والناس اللي بنيو العشوائي أكثر من 200 دار بنياب، لا من تحت حتى الفوق، وما كاينش من يهضر معاهم. وأنا برخصتي شاد الرخصة ديال الإصلاح وديال التبليط وديال، وكنت مسافر في الدار البيضاء وجا ورايا ودخل للدار في الباب ودخل للدار وتكرفص على المراق. وهاد الناس اللي معايا 11 واحد اللي ما عطاش 60,000 و70,000 ما يحفرش البير، ما يديرش تاع الشتاء قنية. والناس اللي بانين الديور والعمارات والمخلي ما كاينش من يهضر معاهم. وتقدمنا بشكاية وكنشكروا السيد وكيل الملك والنيابة العامة والضابطة القضائية لافيجي ديال برشيد، واستمعت لنا واستمعت جميع الأطراف للضحايا والمواجهة. وتقدمنا يوم الأربعاء مع السيد وكيل الملك برشيد وحالو على السيد قاضي التحقيق في حالات اعتقال، وبقينا من 9 حتى 4:30 وتفاجئنا الدار في حالة صراح بكفالة مالية قدرها 10,000 درهم. والغالب في الأمر من اللي خرج صباح كي يهدد فينا كيقولنا أنا لكم أنا معاكم أنا اللي قال يجي عدي القيادة. وإحنا مواطنين وإحنا كنحبوا بلادنا ونحبوا مالكنا ونحبوا وطننا. كان وجه نداء للسيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل والسيد وكيل الملك والسيد رئيس المحكمة والسيد رئيس الأول والسيد الوكيل العام ليأخذوا لنا حقنا من التاغوت، لأنه يعني راه خرج وبيد دير السهرة، لأنه خرج قال لنا كيقول لك صورتو أنا لكم لا بالمرصاد تجيو لعندي. ممنوع شي واحد ياخذ الراميد إلا ما كانت 2000 درهم، شهادة السكنة لما عطيتيش 300 درهم ما تاخذهاش. كنوجه نداء للسيد وزير الداخلية والسيد العامل والسيد الوالي السيد العامل برشيد والسيد الوالي جهاد الدار البيضاء سطات والسيد وزير الداخلية، يديروا لنا حد من هذا الفرعون. هذا ماشي عون السلطة، هذا عادل للسلطة وللمواطنين. احنا
فرحنا بالخطاب ديال صاحب جلالة ديال عيد العرش تقريب الإدارة من المواطن، ولكن هذا الشيخ لا يشمل خطاب سيدنا. احنا مواطنين، ورحنا كنحبوا وطننا ونحبوا بلادنا، راه ماشي هذا السيد تلقتو. واش حنا ما كنسواوش قبيلة كاملة في واحد كيتعرض للابتزاز، يبتز الناس والفقراء؟ ومن المسجد قال للسيد جيب لي مليون من عند المحسنين ولا نحبسكم. اللهم إن هذا منكر. وعدات رسائل اللي صيفطنا لكم، واليوم حنا بغيناكم تنصونا كما نصفتنا المحكمة برشيد. ولو تفاجئنا من القرار ديال السيد القاضي التحقيق، احتراماتنا ليه، جاء في حالة اعتقال ولكن أصبح في حالة صراح بكفالة مالية قدر 10,000 درهم، وأصبح بطال يمثل علينا في جمعة رياح. احنا راه السوق مثلناش قدو نتسوقوه على طريق الشيخ. نتمنوا من المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار ويشوفوا من حالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في المقطع مع أصدقائك تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.